انعكست مشاهد تسلم مصر للإرهابيين عشماوي عبد المعطي بمزيد من مشاعر السعادة والفخر والاعتزاز في الشارع المصري، حيث أكد مواطنون أن مصر سددت ضربة قاسمة للإرهاب مثمنين دور القيادة السياسية والمخابرات العامة. آن لنا أن نترحم على أرواح الشهداء من المدنيين والجيش والشرطة الذين راحوا ضحية الغدر والإرهاب على مدى السنوات الماضية. مصر تسدد ضربة قاسمة للإرهاب بتسلم الإرهابيين هشام عشماوي وبهاء أبو المعاطي من السلطات الليبية. ردود أفعال الشارع المصري بعد هذا النجاح ثمنت دور القيادة السياسية والمخابرات العامة في استرداد عشماوي وأبو المعاطي. احنا بنشكر المخابرات المصرية وبنشكر المخابرات الليبية وكل والسيد خليفة حفتر على المجهودات اللي قاموا بها لمصر عشان حتى دم الشهداء والناس قلوبها تبرد حتى واللي هم عملوه يعني. وكابتن خالد الجيش المصري ان هو بيسعى وبيحمي الشعب المصري، وربنا يا رب يوفقه ويقدم كل خير يا رب وينصره. المواطنون أكدوا أن القبض على الإرهابيين أثبت بما لا يدعو مجالا للشك أن القيادة السياسية لم ولن تتهاون على الإطلاق في حق الشهداء والقصاص ممن ارتكب أي جريمة بحق الوطن. لازم يبقى في رد ورد قوي، ومفيش احلى من الرد اللي حصل. يعني كلنا كنا حاسين بفخر، المشهد هو بيتذاع مباشر، حتى المذيع وهو داخل على هشام وبيقول له اهلا بيك في مصر، مدى القوة اللي كانت واضحة قدام عينينا كلها بتقول ان احنا رجعنا تاني لينا سيطرة على كل اطراف الدولة. الشارع المصري عبر عن سعادته بخبر القبض على عشماوي وابو المعاطي، مؤكدا ضرورة تطهير البلاد من العناصر الارهابية. المواطن المصري والشباب والعسكري اللي على الجبهة والعسكري اللي بيحمي البلد اذا كان جوه او بره على الحدود او في داخل البلد، كله فرحان بان واحد زي كده يرجع يتقبض عليه تاني. نبأ تسلم عشماوي المتورط في العديد من العمليات الإرهابية الضخمة نزل بردا وسلاما على صدور المواطنين مطالبين بتطبيق القصاص العادل عليه. هو مشهد بيدل على حاجة في الشعب المصري وفي قياداته، ان حق الشهداء مش هيضيع، هيتجاب، هي مسألة وقت. مشاعر فخر واعتزاز اكتست بها وجوه مواطنين بعد نبأ تسلم هشام عشماوي رأس أفعى الإرهاب التي تحاول بث سمومها في وطننا. والله تابعته بكل فخر طبعا قواتنا المسلحة، و كل فخر واعتزاز ان انا قاعد في بيتي وفيه حاسس ان في ناس بتحمينا وناس بتدافع عننا وناس بتقدر توصل لابعد مدى، لاي حد يأذي اي حد من مصر يقدروا يجيبوه ويقدروا يتعاملوا معاه. وحسيت باعتزاز وبفخر وانا قاعد بشوف المشهد امبارح بالليل والاثنين جايين في طياره حربيه وقواتنا المسلحه واعلامنا وكل الدنيا فرحانه بالسبق ده. اكيد القبض على الارهابي خطير زي هشام عشماوي، اكيد يعني ده جهد كبير للمخابرات المصريه اللي عودتنا دايما ان هي بتقف جنبنا، وهي الظهر بتاعنا، المخابرات المصريه هي الظهر بتاعنا ضد الارهاب. قيام السلطات الليبيه بتسليم الارهابيين عشماوي وابو المعاطي الى مصر عكس مدى التنسيق والعمل المشترك بين الجانبين. أنا سعيد جدا بخبر القبض على هشام عشماوي، وسعيد بأن الحكومة الليبية تعاونت معانا وسلمتنا المصري الخسيس اللي كان عنصر بارز في القوات المسلحة المصرية للأسف، وهاجم بلده ووطنه وكان بيقتل في شعبه. احنا طبعا عاوزين محاكمة سريعة عادلة نافذة القانون فور صدور الأحكام. دي خطوة كويسة جدا إن احنا مسكنا يعني إرهابيين زي دول. طبعا بنشكر طبعا قوات الجيش الليبي إنها سلمت الإرهابيين دول للجيش المصري، وإن شاء الله يعني دي تكون بداية بتعاون بين ليبيا ومصر لتسليم جميع الإرهابيين اللي قتلوا كتير من شبابنا
من الجنود والضباط اللي هم ضحوا بحياتهم عشان البلد دي تقف على رجليها. القبض على الإرهابي هشام عشماوي ورفيقه بهاء علي داخل ليبيا وتسليمه لمصر رسالة لجميع قيادات الإرهابيين والتنظيمات التكفيرية بأن مصر لن تترك أبدا حق شهدائها الأبرار، وأن الإرهابيين الخونة سيلقون نفس مصير هشام عشماوي عاجلا أم آجلا.